أشرف ما غتنسينيش واحد السؤال وانت ممكن بحقك ما تجاوبش. الزوجة ديالك بطبيعة الحال انت بعدها على مواقع التواصل الاجتماعي وبطبيعة الحال انا كنحترم هذه القضية، معايير اختيار الزوجة، واش الانسان كيكون عنده معايير مسبقة ولا فاش كتشوفها كتقول هي هادي؟ تقلب على السامح اللي بغيتي. لا شوف العلاقة ديالي مع الزوجة، شوف انا كان عندي واحد المبدأ في الزواج واخا كنت باقي صغير سن 20 عام تعرفت على الزوجة و 21 تزوجنا، كان عندي مبدأ ديال انني قال لكم ديال التلفازة تقدر توصلنا للطلاق. كنت بغيت نجري كل شيء كاع في حياتي باش المشكل عندي هو في الولاد، انا ما نقدرش نولد ونري بالاسره ونخلي دوك الوليدات ضحيه. كنت خايف يعني؟ كنت خايف بزاف، داكشي علاش دوزت واحد 3 سنين ديال المعرفه. انا العكس ديال ان واحد الانسان يمشي يدير واحد العلاقه ويبقى يدور في الزناقه يبقى ولا علاقه يطول في داكشي، نديرها ندير داكشي اللي بغيتي ديال الجرادي وديال القهاوي وديال الاخر، غير هو في دار وحده بعقد قانوني. هذاك الشيء اللي درت يعني تعرفتو من بعد الزواج؟ بغيت نعرف مزيان. انا راه قلت لك 2016 2019 الساعات باش كانت عندي اميره ريتاج ما شاء الله، بغيت نعرف كل شيء باش ما نغلطش. كنتمنى من الله عز وجل انني ما يوصلش ذاك المرحله ديال انك تهدم ديك الاسره فعلا، خصوصا هذه الحالات الطلاق دابا اللي كنشوفوها المغرب. انا كنقول لها كنت نقول لها في العام الاول راني صافا، وراه كيقول لك الثلاث سنين الاولى هي اللي اصعب ما كاين في الزواج. احنا دابا دخلت 10 سنين. 10 سنين تبارك الله. في 2016 تقريبا 2000 المعرفه كانت في 2015 2016 ومازال المسار مستمر. الله يوفقكم اشرف.